حديث التوانسة الكل على الفوسفات وعلى البترول تقريبا السنوات هذه، وقت اللي توقف انتاج الفوسفات يعني في احداث الكامور تقريبا 10 ايام. شفنا دولة تونسية تستغيث واطلقت يعني صيحة فزاعة، رجع انتاج الفوسفات، رانا قاعدين نخسروا بالمليارات سنويا، الخسائر بالمليارات يوميا. توا الفانا حلت، رجع انتاج البترول والفوسفات تقريبا تحلت المشكلة نتاعو، وين هالمليارات هذه؟ وين ماشي؟ مليارات ماشية للحكومة، الشعب ما راي شيء، ديما الشعب ما ديما الشعب مش حاسبينه. الفلوس الكل ديما الدولة مليارات تدخل الفوسفات، يدخل المجمع الكيميائي بقابس، البترول مداخيل واها مليارات كل يوم، أما الشعب مش قادر يفيها، مانيش عارف وين ماشية. ديما العاطلين على العمل مش حاسبينهم. ديجا أنا واحد من المتخرجين بطال، هاك تشبح تونس وين ماشية، ماشية ديما في حيط. يعني ثروات بلادنا نورمالمون تستنفع بها انت بطال يعني وغيرك ويتقد بها، يعني الوضع ماشيه في المجهول، ماشيه في المجهول. ديما حكومه جايه بعد حكومه بعد حكومه، والشعب قاعد زوالي ما فما شيء. الفلوس الله اعلم بها وين ماشيه. والله تحس ما ثماش حاجه واضحه حاليا، الرؤيه السياسيه ثم حتى شيء واضح، كله كلام معناتها، كله كلام، ثماش حاجه صحه معناتها، فهمتني؟ كيما تفرجت عباره فيلم، اوكي واحد رشح روحه وكذا، ومن بعد كله كلام، كله وعود، وثماش حاجه صحه. كان جا من قبل من يسار الثوره والناس تخدم بالرسمي، ما وصلوش للحاله ذي، فهمتني؟ ثم اللوبيات، ثم اللوبيات تاع فساد، ورا برشا حاجات، ما ثماش دوله، عندنا دوله نحن، ثماش دوله. بالكلام دوله. فهمت خويا؟ ثماش حاجة واضحة، حتى الرؤية السياسية ثماش خريطة طريق، ثماش حاجة واضحة، فهمني؟ كل واحد كيما احنا نقولوا واش بدليه، فهمتني؟ كلها ولاتك تشغل لك الوضع والظروف والضغط على الحكومة باش يوصل للمطالب نتاعه وكل شيء، فهمت خويا؟ ثماش حاجة واضحة، يعني ثماش حاجة واضحة. باش توضح الأمور ونعرفوا فلوس بترولنا وين ماشي. خويا اللهم إذا جات عبيد وثم إرادة سياسية وجات عبيد بالرسمي تحب تخدم البلاد، أما حاليا ثماش حاجة واضحة. كل شيء غامض حسيب، كل شيء غامض. شوف انت في شوف حتى في الديبا في البلاتو تشوفهم يحكيو كذا، اما في الكوالي اما في البرة ريال مون تلقاهم اصحاب ويد واحده وكل شيء، ما ثماش حاجه واضحه. تشوف عباد تتعارك، هذاك جبد لي وهذاك جبد لي وهذاك جبد لي، ما ثماش حاجه واضحه.